مرحبا مجددا إلى هذا الجزء من النافذة، والذي نخصصه لمتابعة التطورات الميدانية والإنسانية في سوريا. قال مراسل الجزيرة مباشر إن المعارك بين الجيش السوري الحر وتنظيم الدولة تجددت على جبهات عدة من الريف الشمالي الغربي لمدينة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا، وتزامنت المعارك مع قصف تركي على مواقع التنظيم في مدينة الباب وريفها الشمالي والشرقي. ننتقل إلى مراسلنا علاء الدين اليوسف وفينا بآخر مستجدات العسكرية بريف حلب الشمالي. النافذة الخاصة في الشأن السوري، حقيقة عدة أمور تطورت في المشهد السوري، أهمها اليوم كان إعلان وزارة هيئة الأركان الروسية سحب عدد من قواتها وتقليص قواتها في سوريا، وأهم هذا التقليص كان بسحب حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف من البحر الأبيض المتوسط من السواحل السورية. أيضا نلتقي معنا هنا في ريف حلب الشمالي قائد فرقة السلطان مراد فهيم عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهم تصريح اليوم كما ذكرت أنا الآن الخبر، وهو إعلان الجانب السوري تقليص عدد القوات في سوريا وأهمها حاملة الطائرات، والذي تغنى بها الجانب الروسي بأنها قامت بعدة مئات الطلعات الجوية في سوريا، فما تعليقكم أنتم كجيش حر على هذا التصريح؟ بالنسبة للانسحاب اللي أعلنوا اليوم الروس، أنا أتوقع لسببين. السبب الأول ابتعاد روسيا من المستنقع السوري، من الحرب الدائرة في سوريا، والتوقع الثاني هو ممكن تغيير الأماكن البلدان في التدخل السوري. يعني بالنسبة ممكن يحصل يعني تغيير أدوار مثلا؟ نعم تغيير أدوار على مستوى العالمي من تدخل الدول في شأن سوريا. يعني ممكن راح نشاهد بعد فترة زمنية قليلة بتغيير أدوار في الساحة السورية. طبعا كما رأيتم في الفترة الأخيرة هو سقوط مدينة حلب، فلتوازن القوى يجب تغيير الأدوار في هذا الساحة لكي يترجح الأدوار بشكل متوازن لإطالة أمد الحرب في سوريا. نعم. ننتقل إلى معركة درع الفرات التي هي أنتم من ضمنها. الآن هناك تسريبات بأن هناك عمل قريب جدا إلى مدينة الباب، ما تعليقكم على هذا الموضوع؟ وهل أنتم مستمرون وفعلا هناك عمل مرتقب على مدينة الباب؟ طبعا في الآونة الأخيرة كان يوجد وقت ما يقارب 10 أيام في وقف المعارك، وكان السبب الرئيسي هو الأحوال الجوية. الآن تم تجهيز لمعركة كبرى، طبعا هذا المعركة ممكن سيكون مؤلفة كخطط عسكرية من عدة مراحل، وإن شاء الله اليوم كان الجو جيد، يعني ممكن في أي لحظة نقوم في المرحلة الأولى، وأتوقع خلال أيام قريبة سنشهد بإذن الله تعالى مدينة الباب مدينة محررة. أنتم مصممون على السيطرة على مدينة الباب؟ بالنسبة عند انطلاقة معارك درع الفرات ابتداء من مدينة جرابلس، كان هناك خطط وأهداف المعلنة عنه هو بالسيطرة على ريف حلب الشمالي ومن ضمنه مدينة الباب. طبعا من مدينة الباب من الأهداف الأساسية، يعني لن نترك مدينة الباب
بإذن الله تعالى حتى تحريري. كان هناك تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا بأنه سيكمل ما بعد مدينة الباب إلى مدينة منبج، فما رأيكم أنتم كجيش حر ودرع فرات؟ طبعا بالنسبة من ضمن الأهداف اللي حكينا منه الأهداف الرئيسية أيضا على لائحة الأهداف موجودة مدينة بنبج وريفها بإذن الله تعالى. بعد انتهاء من معركة الباب سيكون هناك تحضير لمعركة بنبج قريبا طبعا متواصلة، ممكن يأخذ وقت زمني قصير. بعد انتهاء من تحرير الباب إن شاء الله سنتوجه باتجاه مدينة بنبج وحتى مدن تابعة لمدينة عزاز، مدن قرى عربية الآن هي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية كمدينة الرفعت ومدينة دير جميل ومنغ ومطار منغ ومريمين. يعني هذه المجموع هذه المناطق والقرى هي في الخطة بعد مدينة الباب السيطرة على منبج وأيضا عدة قرى عربية في محيط هذه المدن. طبعا لأن نحن نعتبر قوات سوريا الديمقراطية هي الركن الأساسي موجود فيه قوات البي واي دي الدرع أو اليد الموجود ضمن سوريا لحزب العمال الكردستاني. فهذا الحزب يقوم على تقسيم سوريا، هي حزب انفصالي ونحن ضد أي حزب انفصالي يقوم على تقسيم سوريا، فنعتبره قوات محتلة لقرى عربية بإذن الله سيتم تحريرها إن شاء الله بإذن الله تعالى. هناك تغطية لكم ومساعدة لكم جوية وبرية من الجانب التركي أم تقتصر فقط على مدفعية؟ أم هناك تغطية أيضا جوية لقصف مواقع للتنظيم وأيضا القوات الأخرى؟ بالنسبة للموضوع الدعم التركي، الدعم التركي دعم مطلق لدرع الفرات من كافة أنواع الأسلحة، طبعا بمساعدة القوات الخاصة التركية موجودين معنا في الساحة ومرابطين في الخطوط الأولى ويقومون باقتحام معنا هم أيضا، وإن شاء الله سيتم. بالنسبة للغطاء الجوي موجود والمدفعية موجود والمدرعات دبابات كلها موجودة، كلها أسلحة تركية تابعة للجيش التركي. يعني نستطيع أن نقول بأن الدعم التركي مفتوح بالنسبة لعملية درع الفرات؟ طبعا طبعا الأمر محسوم بالنسبة لنا وللأخوة الأتراك في تحرير الريف الشمالي. هذا التحرير سيتم ضرب هدف البيدي هي تقسيم سوريا، يعني المخطط الذي وضعوه هم في إيصال مدينة عفرين في بنبج وجرابلس، فهذا سيكون إن شاء الله بإذن الله تعالى مع تحرير الباب تقريبا شبه الخطة الذي وضعوه هم سيكون بمهب الريح، وسنستكمل هذه الأمر في تحرير مدينة بنبج بإذن الله. يعني المشروع التركي ومشروع الجيش الحر هنا هو إفشال وإبطال عملية قوات سوريا الديمقراطية والبيدي من إنشاء دولة كردية أو من تقسيم سوريا في الشمال. طبعا وجود مصلحة مشتركة وبين الحكومة التركية الدولة التركية، نحن لا نمشي لمصالح تركيا، نمشي لمصالح مشتركة في المنطقة. يعني هذه مصلحة مشتركة بينكم وبين الجانب التركي وهي عدم تقسيم سوريا؟ طبعا طبعا نحن من بدايات الثورة نرفض أي قوة تظهر على الساحة في سوريا بأن يكون هي قوات تريد أن تقسم سوريا، فهي قوات معادية للثورة السورية وستكون من ضمن الأهداف المشروعة للثوار والجيش الحر. نعم، بالعودة إلى الموضوع الروسي، ما رأيك نعيد نكرر سحب قوات روسية بهذا الحجم وهذا التصريح الروسي وخصوصا بعد بدء الهدنة حيز التنفيذ التي هي تعتبر بالأساس هشة؟ لماذا؟ بالنسبة يعني مثل ما قلت لك يعني هو ممكن تغيير أدوار
ممكن قريبا تسمع بدعم المعارضة للقوات المعارضة الممثلة بالجيش الحر لتوازن القوى بين النظام وبين المعارضة بين الثوار طبعا. فأنا أتوقع هذا الأمر في هذا التوقيت بعد سقوط مدينة حلب. والدور الثاني هو ابتعاد روسيا من المستنقع السوري طبعا. هل هناك للأتراك دور أيضا في هذا الأمر؟ لا أتوقع الأتراك يكون دور في هذا الأمر. فهي تقريبا يعني المنظمات التي يديرون العالم هم وراء هذا الأوامر يتخذون هكذا أوامر. ليس تركيا بمقدار اتخاذ أو الضغط بهذا الشكل على سحب قوات روسية من هذا المنطقة. فأتوقع يعني يوجد أيدي خفية تعطي الأوامر في سحب القوات أو زج قوات جديدة. لكن أليس هذا شيء جيد؟ سيظهر هذا المستقبل القريب إن شاء الله. نتمنى أن يكون لمصلحة الشعب السوري وسوريا بشكل عام. شكرا جزيلا لك السيد فهيم عيسى قائد فرقة السلطان مراد. شكرا. شكرا لكم. إذن كما سمعنا قد يكون هناك أيضا عمل قريب جدا لتحرير والسيطرة على مدينة الباب. شكرا جزيلا لكم ونعود الزملاء في الدوحة والنافذة المسائية. شكرا لك علاء الدين اليوسف مراسل الجزيرة مباشر، وشكرا موصول ضيفك الكريم. في نهاية هذه النافذة نشكركم على طيب المتابعة. نلقاكم غدا في نافذة جديدة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.